سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أقول لأخي أحمد أزال الله عنك ما تكره، وكانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم أخواني أردت أن أتحدث عن موضوع هو درس اليوم ودرس الأمس ودرس الغد، وهو الديدن لكل لقاءاتنا العلمية، وهو يعني وهي الإجابة على سؤال شاع بين كثير من الناس معنى خاطئ حوله. باللغة العامية مين صاحب الدين؟ باللغة العربية من هو صاحب الدين أو من هو المتدين؟ هذه نحن شوف واحد دقنه طويلة فكره صاحب دين، شوف قلابته قصيرة صاحب دين، شوف واحد كل ساعة يقول لك بسم الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويستخدم كلمات يعني أذكار لله عز وجل بمعاملاته صاحب دين. فمن هو صاحب الدين أو من هو المتدين بالمقياس الحقيقي للدين؟ ما هي المعايير التي من خلالها نحكم على شخص أنه هو صاحب دين؟ الآية سورة الزمر مخلصا له ديني، شو أول آية؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. طيب في آية ثانية كمان. المهم مين هو صاحب الدين؟ قبل ما أذكر المعايير التي ذكرها العلماء، الدين قالوا العلماء شبهوا بمثل، هو كالماء النازل من السماء. في هل هناك أطهر من ماء السماء؟ ما في. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في آية في سورة الأنفال يذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم إلى آخر الآيات. ماء السماء هو أطهر شيء. طيب هذا الماء الطاهر يتحول أحيانا إلى كتل طينية، أحيانا يصير مستنقعات آسنة، أحيانا وأنتم كرامة يذهب إلى المجاري. مع كونه مع فارق القياس طبعا بالمثل، مع كونه نزل طاهرا فهو يتشكل بسلوك الناس، فهؤلاء الناس هم الذين يعطون صورة حقيقية عن نقاء الدين أو يشوهون أصله بفعالهم لا بأصله. يعني الدين أصله نزل طاهرا من السماء، لكن بني آدم هو الذي شوهه إما بنفاق أو بغفلة أو بمطامع شخصية. وقس على ذلك، أراد الله عز وجل أن يكون الدين نافعا فاعلا، لكن الناس انحرفوا بالدين عن المعنى الحقيقي. بعد أن كان الدين للأسف لرفع الحرج، صار الدين عند بعض الناس للحرج. بعد أن كان الدين وكانت العلامة الفارقة لهذا الدين التيسير، صار الدين عند بعض الناس علامة على التشدد وعلامة على التطرف وعلامة على يعني الغلظة. مو صحيح. بعد أن كان الدين لشرح الصدور، صار علامة لضيق الصدور عند بعض الناس. بعد أن كان الدين علامة للفرح للابتهاج للطمأنينة، صار الدين عند بعض الناس علامة للاكتئاب علامة للسلبية. ليه؟ بسلوك وفعال كثير ممن ينتسبون إلى حظيرة الدين زورا وافتراء وافتتاء. حتى أولادنا أو بعض الناس بيسمع قرآن بيقول لك أول شغلة يا لطيف مين مات؟ لأنه ارتبط الدين بالمصائب. الدين مو هيك. الدين جاء لسعادتك أنت أيها الإنسان. الدين جاء كل العبادات وكل مقاصد الشريعة. وأجمل من كتب في هذا هو الإمام الشاطبي في كتابه الماتع، وأنصحكم بقراءته الموافقات. بيحكي لك أنه كل العبادات كلها
العالم والواعظ والفقيه اللغوي والفقيه التربوي والعالم الرباني والعالم الأذواق والأوراق، كل هذا كلهم يدندنون حول مسألة واحدة، هي أن يوصل الإنسان إلى سعادته، إنك تكون أنت سعيد. مو هلا سعادة وما سعادة وقيم وما بقريش أي معاملة سعيد. هل نحن سعداء بديننا؟ إن كنا منسجمين مع مقاصد الشريعة فنحن سعداء، وإن كنا بعيدين عن مقاصد الشريعة كنا في مرتع الشقاء. قال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، فذكر العلماء معايير تجعل الإنسان في جادة الدين والتدين، ويحكم على الإنسان هذا بأنه فعلا ينتسب إلى دين محمد صلى الله على سيدنا محمد. أول علامة، وأرجو أن ننتبه إلى هذه المعيار، أول وحدة قالوا: ألا يعبد إلا الله بما شرعه الله. احفظوا هذا القيد، كثير مهم جدا أخواني. قالوا: ألا يعبد إلا الله. الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الثانية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقالوا: ينبغي أن يبتغي بأعماله كلها وجه الله، لكن ينبغي أن تكون أعماله كلها منسجمة مع إيش؟ مع ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: من أعلم الناس بعبادة الله؟ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سيرة سيدنا محمد، انتشر هلأ واتساب من كم يوم، دغري ضحك أخونا، أكيد يعني شاطر القصص، الله يرضى عليه. انتشر أنه لا تقولوا سيدنا محمد، خطير وعاجل. أنا تفكرت لعالي حرارة فلسطين، وهو خاض سخافات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعاره. أنا والله لما أجاني الحال شو خطير كذا ومهم، فتحت شو فيه، قال شو الخطورة، شو الهتم. إياك أنك تقول سيدنا محمد، لازم تقول محمد ونبينا. خير إن شاء الله يا شيخنا، الله يرحمك، مشان شو الدليل، حتى ما في دليل. قال إيه، لأنه ما حدا، ما ثبت أن الصحابة قالوا سيدنا، ما شاء الله على هالدليل، فهو أقرب إلى البدعة. دغري هيك يعني، منين جبت هالكلام؟ حديث صحيح، في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد ولا فخر. الله قال بسورة آل عمران: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بإجماع كل الطوائف المتخانقين مع بعض، سيدنا محمد أليس هو سيد ولد عدنان وآدم والأنبياء؟ هو نفسه هذا لما بده يحاكي يقول لحاكي المدير تبعه أو وزير الأوقاف تبعه أو ما أدري مين، شو بيقول؟ معالي وسعادة وكذا، وهذا مطلوب. سيدنا محمد اللهم صل عليه، فيما يرويه أبو داود في سننه بسند صحيح، قال: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هيك النبي علمنا الأدب. الله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأنت لما تسود النبي عليه الصلاة والسلام وتقول سيدنا محمد، هذا من الأدب، وأنا ما استطردت بس لأنه شيء بضل بقلبي. طيب، بتقول لي الأدب أنك تتبع سيدنا محمد، أقول لك حبا وكرامة وقرة عين، لكن في الصلاة اتفقوا واختلفوا العلماء في مسألة نقول في الصلاة اللهم صل على محمد أم على سيدنا محمد. في خلاف بين العلماء طويل، ليس الآن مجال لسرده في الصلاة، لكن خارج الصلاة اتفقوا جميعا على جواز سيدنا محمد. إذا لم يكن سيدنا محمد سيدنا، فمن سيدنا؟ فمعلي شيء هيك، هي استطراد إجا بوقته، خدوها لله. ناس عم تموت وناس كذا، وهذا سيدنا وسيدنا. شيء يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، أولا أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وهذا أول وحدة هي قد يقول لقائلها شفت شلون، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، يعني ما يكون في ابتداع بالدين. صحيح، أنا معك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. يعني واحد اخترع صلاة من عنده والنبي ما صلىها. أعلم الناس بعبادة الله مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، نبينا، حبيبنا، قرة أعيننا سيدنا محمد. فمهما زاود المزاودون ومهما تكلم المتكلمون، ليس هناك
أعظم من عبادة الله بما شرعه الله عن طريق سيدنا رسول الله؟ يعني واحد مثلا اخترع ذكر، نقول له طيب الذكر خير موضوع، هلا لو واحد وقف وقال أنا أحب الله أحب الله أحب الله، الأصل في هذا الذكر أنه حلال مو حرام؟ عندنا قاعدة بأصول الفقه، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. لكن لو واحد قال أنا بحب الله بحب الله بحب الله واعتبر هذا ذكرا، نقول له ذكر بأنك ذكرت اسم الله وأضفت شيء لاسم الله، لكن هل ذكر هذا الذكر سيدنا محمد؟ لا. طيب إن قال هذا الذي يتكلم أن هذا عبادة وصحت عن رسول الله هنا، نقول هذا كذب ولا نتعبد الله بحديث موضوع أو بحديث ضعيف اشتد ضعفه عن رسول الله. نحن نعبد الله بما صح عن رسول الله وبما شرعه الله عن طريق الوحي الصادق من سيدنا محمد رسول الله. فأعلم الناس بعبادة الله سيدنا محمد. سيدنا محمد ما ورد عنه هذا الذكر، بس مو معناته حرام، بس لا تقول قالوا سيدنا محمد. مثل مسألة صلاة التسابيح، كل رمضان بيتخانقوا جماعة النصوص وجماعة بدعة وسنة. طب يا أخي وردت عن سيدنا محمد في حديث صحيح، نعم. طيب لو صليت التسابيح بأي وقت ما في مشكلة؟ طيب يقول لك ليش عم تخصصها؟ لو صليت بأي يوم بدي لك ليش عم تخصصها؟ يعني لو صليت بليلة القدر بدي لك ليش خصصها؟ لو صليت اليوم بدي لك ليش خصصها؟ شو بدك خسران أنت شيء؟ عم يذكر الله. أما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع؟ يعني نحن دائما أخواننا بدنا نشغل عقلنا. العقل كثير مهم في فهم المقاصد. أنا ليش نصحتكم تقرأوا كتاب الموافقات؟ في ناس في التاريخ لو تقرأوا كيف ناس قتلوا بعض على سخافات، على سخافات كفروا بعض، والآن هذا عم نشوفه بزماننا بقضايا تافهة، قضايا لا تستحق أي شيء. أعظم شيء دم الإنسان، ما في شيء يبيح حرمة وعصمة دم الإنسان تحت أي عنوان. إن شاء الله رب لحيته، ما رب لحيته شو دخلك أنت فيه؟ هذه المسألة مسألة هامة جدا. فأن نعبد الله بما شرعه الله، فلا ينتفع ذاكر بذكر ولا مصل بصلاة ولا عابد بعبادة إلا إذا كانت من خلال متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يحكم سنتك وشريعتك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعدين شو بعد الله قال؟ ويسلم تسليما. فسهل ابن عبد الله التستر يقول من لم يرى ولاية رسول الله، يعني ولاية شريعته وسنته وكذا، من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في حياته ما ذاق حلاوة اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لازم تقارن صيامك، تجتهد قدر المستطاع أن يكون مثل صيامه، أن تكون صلاتك مثل صلاته، أن يكون حجك مثل حجه، أن تكون زكاتك مثل زكاته، أن تجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن ما نقتل بعض مشان هذه القضية، تمام؟ مثل يعني بيحكوا مسألة أنه يعني واحد عم يسأل عن دم البعوضة، انه شو حكم دم البعوضه، طاهر ولا نجس؟ سالوا الامام مالك، قال له شو انت من وين؟ قال له انا من، قال له سالت دماء فلان وانت جاي تسالني على دم البعوضه؟ يعني شغل شوي عقلنا، الله يتقبل. اولا اول وحده ان نعبد الله بما شرعه الله حتى تكون صاحب دين. ثانيا ان تهتم باعمال القلوب اكثر من اهتمامك باعمال الجوارح، مع تعبدك الله مفعول به للمصدر بما شرعه بالجوارح. يعني واحد يقول لك أخي الله ربك رب قلوب، ما في داعي للصلاة، أنا قلبي طيب وما بأذي حدا وآمنت بالله وبحب ساعد الفقراء، ما في داعي للصلاة، بصلي بقلبي أنا بحبه لله. هذا الكلام فارغ، ينبغي أن يعبد الله عز وجل بجوارحه كما شرع وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي عليه هنا الشاهد أن يراقب قلبه، يعني بمعنى واحد بيصلي بس حقود، بيصلي حسود، بيصوم عينه ضيقة، بيزكي بس عينه على الناس مو متسامح، عنده حقد،
مرجل وعقارب الكراهية والبغضاء دائما تموج في صدره، دائما عنده حقد وكره وعنده تربص، دائما بيعتقد انه هو المستهدف الاول ورقم واحد بالعالم، واذا ما لقى باركينج هو اكيد فيها وراها انه، هذا كله مو صحيح. اهم شيء قلبك. سيدنا الحسن البصري يقول: حاجة الله الى عباده قلوبهم. المستند الوحيد الذي تثبت به براءتك يوم القيامة قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون، الله هيك عم يقول مو أنا، إلا من أتى الله بإيش؟ بصلاة، بصيام، بأدري ما أدري مين، وقصص وبدعة وسنة خرابيط، لها إلا من أتى الله بإيش؟ قلب سليم. هجر المبتدع، أنا أكرهه في الله. لا يا شيخ، لك ليش ما بسلم على فلان؟ لا لا، هذا مبتدع. لك مين اخترعت لنا هالقصة؟ لك أنت بدك تبتدع معناته ما رح أسلم على 99 من لك. الناس في جهل. لك بني إسرائيل لما جاوز الله بهم البحر مع سيدنا موسى، شو قالوا له؟ شو طلبوا من سيدنا موسى؟ شو قالوا له؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، شو قالوا؟ شو شيخنا شو قال؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها في أكثر من هيك وقاحة. بعد ما الله نجاهم، في أكثر من هيك جرأة على الله وعلى كليم الله؟ قالوا: جعل لنا إلها ما توسلوا بفلان، ما تبركوا بفلان، ما قالوا سيدنا وما قالوا سيدنا، ما قال، لا لا، طلبوا شيء أكبر بكثير. قالوا: جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشو سيدنا موسى قال لهم بعيد من هون، يا كذا يا كذا، وما أدري مين، ودماؤكم وهجر المبتدئ، لا 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 لا، قال: إنكم قوم تجهلون. شوفوا الأدب، شوف هذا هي السنة، هي المحمدية. واحد يقول لك بدعة وسنة، قلنا هي السنة، الأدب. مو نكثر الناس ونبهدل الناس واحتقار الناس، مو بس هيك، الكبر عندهم كبر احتقار. لا لا، صلي، يجوز أنك تصلي خلفه. شوف الكلام الفارغ هذا. قال: إنكم قوم، شوفوا الأدب القرآن، تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. شوفوا إخواني، يعني أنا خلي قلبك صافي، الله يسامحه، خلاص الله يسامحه، بس هي بدها، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أول وحدة مشان تكون صاحب دين شو؟ أن تعبد الله بما شرعه الله. ثاني وحدة أن تهتم بأعمال القلوب أكثر ما تهتم بأعمال الجوارح، لأن حاجة الله إلى عباده قلوبهم. والمستند الوحيد لإثبات البراءة يوم القيامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، ثالث وحدة، قالوا المتدين الحقيقي هو الذي يمايز بين درجات الأعمال ومقاديرها في الحياة. يعني عم يسمع الأذان وساكن بجنب المسجد، والله عم يقول حي على الصلاة، طب ليش ما بصلي جماعة؟ بيجوز صلاة الجماعة، بصير فقيه طبعا أصولي، بصير من كبار الأصوليين. صلاة الجماعة اختلفوا الفقهاء، يعني منهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها سنة. وإذا قلنا أنها غير واجبة غير سنة، بدي أسأل سؤال شيخنا، قلت له تفضل، قال لي: أنا لو صليت بالبيت مع مرتي وأولادي جماعة بيصير؟ قلت له بيصير. قال لي: شفت شلون؟ قلت له: معناته ما في داعي نعمر مساجد. لا، في واحد من هذه ليست نكتة، من ألطف ما مر معي بهذه المسألة، واحد كان يصلي الفجر هكذا، يصلي بالفرشة بالتخت، ما أمزح أنا، ف يعني بيوصل على التحيات لله التشهد المهم في العالمين إنك حميد مجيد، دعاء إلى آخره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، بيكمل التسليمة الثانية، لأن التسليمة الأولى فرض، الثانية سنة، فالتسليمة الثانية على الفرشة، أنا لا أمزح. قال لي: أنا كتر خيري عم أصلي الفجر، كتر خيره عم يصلي الفجر. حكيت لكم واحد كان إلا لمرته: أعطيني السجادة مشان أصلي له، يعني يمتن على الله بصلاته، أعطيني السجادة مشان أصلي له، مع أنه مين وفقنا إلى الصلاة؟ الله. هلا ما في ناس عم ترتكب معاصي والله حبب لكم صلاة الجماعة، حبب لكم مجلس العلم، هل يستويان مثلا؟ قال تعالى: أم نجعل
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ مستحيل يكونوا مثل بعض، ساء ما يحكمون. إذن أول وحدة أن نعبد الله بما شرعه الله، ثاني وحدة أن نهتم بأعمال القلوب، ثالث وحدة المهم قالوا هنا مشان ما أنسى، ثالث وحدة أن يعرف مقدار ودرجات الأعمال. يعني صلاة الجماعة 27 ضعف لا تضيعها. هل أنت إذا تقدم على وظيفة قالوا لك هذا هون بدك تأخذ $1,000 بالشهر، هي الوظيفة الثانية إذا أنت مثلا جيت من الساعة كذا للساعة كذا تأخذ $27,000 في الشهر، ممكن ما ينام الليل بيقولك أخي أنا كل النوم ما بدي إياه 27 درجة. بس هي بدها إيمان، أنه يؤمن أن محمدا صلى الله على سيدنا محمد قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة. خلاص هذول شو صاروا؟ بيقدر الأعمال. في واحد بيضيع الفرائض مشان السنن، في واحد بيضيع الفرائض هذا ما يقدر الأعمال. ينبغي على الإنسان أن يكون عالما بالأعمال ومقاديرها. أحيانا خدمة الوالدين والقيام على شؤونهم أفضل من الجهاد في سبيل الله. أحيانا أطعام إنسان جائع أفضل ما تروح على الحج مرة عفوا 10 و20 وكذا، يعني سوى حجة الإسلام. أحيانا الألف درهم تعطيها لأختك تشتري فيها لأولادها الجياع أو الفقراء أفضل ما أنك تروح تتمنفخ مشان تعمل حالك أبو حاتم أو حاتم الطائي قدام العالم. دائما حط ميزان الشريعة. واحد عليه دين بيوزع هدايا؟ لا، أول شيء يقضي الدين اللي عليه. هي كثير ناس وين بشوفها برمضان؟ في ناس صلاة التراويح ما بترتب، صلاة التراويح ما شاء الله خير إن شاء الله، ما بيصلي العشاء، مو الفجر بيصلي العشاء، صلي التراويح خير. أخي سبحان الله هيك هيلثي ترتاح. شو هي؟ في ناس هيك عندهم صلاة التراويح هي برستيج تبع رمضان بيسموها، بعد ما بيصلي العشاء. أنا لا أمزح، ما بيصلي العشاء، ما عم بحكي عن صلاة الفجر. فجر إذا كان سهران وهلأ الصيف يعني جاي عادي مشان بطنه بيجي، أما صلاة العشاء ما بيصلي، صلي التراويح. طيب لازم صاحب الدين يميز بمقادير الأعمال وأفضالها. كم وحدة صاروا؟ 3. رابعا قال أن تعلم، هي آخر وحدة كثير مهمة، أن تعلم المقصد الأعلى من التدين. شو هو المقصد الأعلى من؟ لو سألنا كل العباد والمتدينين وحتى كثير من العلماء شو المقصد الأعلى من التدين؟ قالوا المقصد الأعلى من التدين أن تكون إنسانيا بطبيعتك، رحيما عفوا متغافلا صاحب عدل وسماحة وسلام وأمن وأمان. كيف يعني؟ اشرح لنا. مين هون بكالوريا علمي؟ ما شاء الله جماعة الفيزياء. دائما مؤشر سرعة المركبة دائما مرتبط بحركة المركبة. يعني نقول مثلا سيارة عم تمشي هلأ 80 كيلومتر، كم ميل يعني جماعة الميل لأمريكا ومن أمريكا كم ميل بيطلعوا؟ 50 ميل، نحكي بالمايل. طيب هذول 50 ميل ماشي، لازم تكون حركة السيارة تماما تساوي 50 ميل، المؤشر يكون متطابق معها. هيك المسلم إنسانيتك هي نفس المؤشر لتدينك. ما في إنسانية، هذا لو عمل حاله شيخ الزمان وبركة الأوان لا قيمة لهذه. طالبوني بالدليل مشان ما تقول واحد يقول لك هذا كلام عاطفي، مشان الدليل. بتعرفوا مين قتل سيدنا علي؟ مين قتل سيدنا علي؟ أكيد سمعتوا. مين شيخنا؟ شو مين قتل سيدنا علي؟ عبد الرحمن ابن الملجم. هذا اللي قتل سيدنا علي. شغلة كثير كبيرة بالعبادة، كان غرامه قيام الليل. شو كان غرامه؟ قصة طويلة رجعوا إلى في كتب الصحاح وكتب السير. غرامه قيام الليل. شو كان يعني؟ هذا متخصص بقيام الليل. شو هذا؟ في أكثر من هيك صاحب دين؟ ها؟ نعم؟
ما سمعت. ايه طبعا لسه جايين بالقصه، يعني هلا نحن عم نبدا عنه عن شخصيته، لسه ما وصلنا شو حكى السلفي، جاي ابلغ من هيك. الله يجزيك الخير، جاي معنا هذا عبد الرحمن المجن، عم اقول لكم كان عبادته متخصص معاه بي اتش دي بلغه الخواجات بقيام الليل، شو اكثر من هيك. سيدنا علي في قصه طويله، مهم كان بده يحكي عنه وكذا، مات سيدنا علي فبدون يقيموا عليه الحد. شو الحد؟ الحرابه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ولما ضربوا قال له فزت وربي الكعبة. شو قال له؟ فزت وربي، في رواية قال له وعجلت إليك ربي لترضى. طيب المهم مو هون الشاهد، شوفوا القصة شو فيه إلها دلالة. قال لما أتوا به ليقيموا عليه الحد أطعوا له إيده. ابن كثير يقول فأبدى بطولة عجيبة، ولا أن إيده اليمين إيده اليسار، طبعا يعني هي عقوبة خطيرة، يعني ما بدي أدخل بتفاصيلها. المهم وين الشاهد؟ طبعا ابن كثير بيقول أنه ولا تحرك، هو يعني يتقرب إلى الله يعني. قال لما أرادوا أن يقطعوا لسانه قال لا، بكى. ليه؟ خير شو في؟ قال أنا فقط حتى ألقى الله ولساني يكون رطبا بذكره. شو ها؟ مجرم، وهذا عم شوفه للناس مجرم، قال بخايف على لسانه عشان يبقى رطبا بذكر الله. سيدنا عثمان الله يرضى عنه وهو يقرأ كلام الله، اللي طعن سيدنا عثمان 9 طعنات هو يتقرب إلى الله. هذا عنده إنسانية. أنا ليش حكيت هالكلام؟ قلت إنه المقياس الدقيق لتدينك أيها المسلم الحقيقي هو إنسانيتك. إذا ما عندك إنسانية كله كلام فارغ هذا، سيبك. ليش؟ قالوا لأن هناك فرقا كبيرا بين نسك التدين والتدين عينه. النسك يعني بصلي كثير، هذا عبادة. بس أنا من فترة أذكر من شهر على اليوتيوب شفت مقطع مقزز في مصر، واحد مسيحي جالس على الكرسي وعم يشرب أرجيلة، إجا واحد من خلفه الكاميرا عم تصوره، فذبح الرجل هو جالس غيلة وغدرا. ليش؟ قال لأنه عم يبيع خمر. يا لطيف، منظر حقيقة أنا لا أنسى، موجود على اليوتيوب. فسألوه هذا مشان تعرفوا أنه هذا ما له قيمة. إخواني الإنسان إذا ما عنده إنسانية هذا مو صاحب دين، هذا بينفر الناس من الدين. قال أنا لو يعني الأمر استقبلت من أمري ما استدبرت، أعدت الكرة مرة وعشرة ثلاثة أنا عم تقرب إلى الله. وعجلت إليك ربي لترضى، فزت وربي الكعبة، بدي أنا ما تقطب عشان يبقى لساني رطبا بذكر الله. طيب أنا ليش حكيت هاي القصة؟ في دليل حديث الصحيح، سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وحبيبنا ونبينا سأل سيدنا علي قال يا علي من أشقى خلق الله؟ مين أشقى خلق الله؟ لو سألناكم مين أشقى خلق الله، مين الأولين؟ هيك سألوا لسيدنا علي. قال له من أشقى خلق الله من الأولين يا علي؟ من أشقى الأولين؟ قال عاقر الناقة إذ انبعث أشقاها. يعني هو جاب الجواب من وين سيدنا علي؟ من القرآن. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جواب سيدنا علي صحيح، منين جابه؟ من القرآن. قال فمن أشقى الآخرين؟ مين اللي هذول آخر شيء يعني؟ قال لا أعلم، ما بعرفه. قال قاتلك وضاربك بالسيف يا علي. يعني سيدنا محمد حكم على هذا اللي ما بيترك قيام الليل أنه أشقى خلق الله. الحديث في الصحيحين. ليش أنا عم بحكي الكلام أخواني؟ أي واحد يتسربل بزي الشعائر ما عنده إنسانية انصحوه، قولوا له حتى تذوق لذيذ مناجاة الله. يعني وسع المساحة الخضراء في قلبك، المساحة الإنسانية. يقول لك لا أشداء على الكفار، قال له أخي مزبوط، بس وين؟ مو هون الأشياء. بدك تكون عالم وفاهم متى تكون الشدة، مو أنت ما ضعيف والعالم كله يتآمر عليك ويتهمك تعطي فرصة لأعداء. بالعكس خل استخدم الحكمة.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال له سيدنا عمر رح ينفجر، قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. سيدنا عمر وما أدراك ما عمر، الله يرضى عنه عن جميع الصحابة، قال لما نرضى الدنيا في ديننا؟ ليش اللي بيجي لعنا بالرجعه بيجي من عنا بياخدوا يعني يا رسول الله؟ فقال له النبي اللهم صل عليه ألست رسول الله؟ قال له بلى. أليس لي عليك سمع وطاعة؟ قال له اسمع وأطيع ورح تشوف. فعلا هذا الموقف سيدنا رسول الله فتح مكة، دخل مكة فاتحا نقطة دم ما نزلت، بالعكس في شيء عجيب. قال لبعض الجيوش عليه الصلاة والسلام أنه هذا الطريق فيه كلبة عم تولد لا تخوفوها، غير الطريق مشان الطلق تبعها. هذا واحد من الصحابة أظنه العباس عم النبي، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم نأخذ حقنا. فقال له صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم لا مرحمة ما في، اليوم يوم المرحمة. هذا هي أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم واحدة صاروا يا شيخنا؟ نعيد يا أخي ناجي، إذا أردت أن تكون متدينا معيار التدين أولا أن تعبد الله بما شرعه الله، ثانيا أن تهتم بأعمال القلوب كما تهتم بأعمال الجوارح، ثالثا أن تهتم بمقادير الأعمال بحيث لا نترك الفرائض من أجل السنن، رابعا أن تحقق المقصد الأعلى من التدين ألا وهو الإنسانية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حقق فينا مراد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي ويا قيوم أذق قلوبنا لذيذ مناجاتك، اجعلنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.